السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ معكم المعلمة ماجدة أبو العطا من مدارس قرطاج الدولي. سنتناول اليوم درس جديد لمادة اللغة العربية، درس جميل ومفيد لنتعلم منه ونستفيد ونفيد غيرنا. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنبدأ درسنا. أول إشي الأهداف الدرس، قراءة الطالب الدرس قراءة جهرية معبرة، يعبر الطالب عن صور الكتاب بلغة سليمة ومعبرة، يجيب الطالب على أسئلة الاستماع بخط جميل ومرتب. وقبل أن أعلن لكم عن عنوان درسنا لهذا اليوم، سنكتشفه معا من خلال الصور. أريدكم أن تتأملوا الصور الآتية. ماذا ترون هنا؟ ممتاز، فرشاة أسنان، معجون أسنان. لماذا تستخدم فرشاة الأسنان والمعجون الأسنان يا ثالث؟ لأحافظ على نظافة أسناني حتى تبقى أسناني سليمة بعيدة عن التسوس. رائعون، أحسنتم. من منكم يستخدم معجون الأسنان وفرشاة الأسنان كل يوم؟ من منكم يستخدم معجون الأسنان وفرشاة الأسنان كل يوم؟ ممتاز، أحسنتم يا ثالث جميعاً. إياكم أن تنسوا استخدام الفرشاة والمعجون يومياً حتى تبقى أسنانكم جميلة كهذه الأسنان يا ثالث. إذن يجب علينا أن نحافظ على أسناننا باستخدام الفرشاة والمعجون، بتنظيف أسناننا يوميا لتبقى أسناننا جميلة كهذه الأسنان. الآن انظر إلى الصورة الثانية. هل هذه الصورة نفس الصورة اللي سبقت؟ إن هذه الصفحة تحمل صورة غير جميلة. هل هذه الصور جميلة؟ تحمل صورة غير جميلة، إنه ضرس أصيب بتسوس، ضرس أصيب بتسوس، وهنا ضرس آخر ليس جميل أبدا، وأرى طفلا يتألم من أسنانه، انظر إلى هذا الطفل، إنه يتألم من أسنانه. أظن إنه أهمل استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، وأكثر من تناول الحلوى. لهكذا تؤلمه أسنانه. يا طفلي العزيز، هذا هو تصرف خاطئ، فلا تكثر من تناول الحلويات، وإذا تناولت شيء من الحلويات أسرع إلى الفرشاة والمعجون حتى تبقى أسنانك جميلة ونظيفة. هذه نصيحة لكم يا أطفالي الأعزاء، اعتني بأسنانك دوما، فهي كنز بين يديك، وإياك أن تهملها. الآن يا ثالث، من منكم اكتشف موضوعنا لهذا اليوم؟ أو عن ماذا يتكلم درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم، إنه يتكلم عن الأسنان. وبما أن ما تكلمت عن فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، إذن درسنا يتكلم عن الأسنان الصحيحة أم الأسنان التي قد أصيبت بالضرر؟ أنا عند استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان سأحافظ على أسناني سليمة وصحيحة ونظيفة. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو أسناني السليمة. ما عنوان درسنا مع بعض؟ أسناني السليمة. سنبدأ بالحديث عن موضوع درسنا لهذا اليوم ابتداء بمهارة التحدث. ماذا سنفعل هنا؟ تأمل الصور، دعونا نتأمل الصور معا ونتحاور معا. ماذا ترى في الصورة الأولى؟ ماذا ترى في الصورة الأولى؟ ممتاز، طفل صغير وأمامه صندوق، وأخرج من هذا الصندوق أشياء عديدة، لكني أراه بمعنى يتمعن
أو يمعن النظر في شيء منها. ترى ماذا يمعن النظر؟ يتركز في شيء آخر. دعونا ننظر إلى الصورة رقم 2. إنه يمعن النظر في مصباح قديم. أخذ يمسحه وبدأ بتنظيف المصباح من خلال منديل. ترى ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما الذي حصل بعد ذلك؟ انظر إلى الصورة الثالثة. أرى أن الطفل قد أصيب بدهشة كبيرة، فقد خرج من المصباح مارد كبير. خرج من المصباح مارد كبير. انظر إلى الصورة الرابعة. ماذا ترى؟ أرى أن المكان قد اختلف من الصور السابقة. أعتقد بأن الطفل الآن بعيادة طبيب الأسنان، لأنني أرى المقعد الذي يكون موجود بعيادة طبيب الأسنان، وأرى أن الطفل يضع يديه على ضرسه. أعتقد بأنه يتألم، وقد جاء الطبيب الأسنان ليعالجه. وقد جاء لطبيب الأسنان ليعالجه. انظر إلى الصورة الأخيرة. ماذا ترى؟ أحسنت. إني أرى المارد عاد من جديد ويحمل بين يديه فرشاة أسنان ويقدمها لطفلنا الصغير. وبدأ الطفل الصغير بتنظيف أسنانه والاعتناء بها. الآن دعونا نجمع أفكارنا مع بعض بفقرة صغيرة من خلال مهارة التحدث. أرى أن هناك طفلا صغيرا بحوزته صندوق. فتح هذا الصندوق وأخرج منه أشياء عديدة، ثم أخذ يمعن النظر بفانوس ومصباح قديم، وأخذ يمسحه بمنديل ليزيل الغبار عنه. وفجأة خرج مارد كبير. دهش الطفل لخروجه، وبعد ذلك نرى الطفل انتقل إلى عيادة طبيب الأسنان لأنه يعاني من ألم في أسنانه وأضراسه. وفي النهاية نرى أن المارد يقدم للطفل فرشاة أسنان هدية للطفل، ونرى أن الطفل بدأ يعتني بأسنانه لتبقى سليمة ونظيفة وجميلة. دعونا الآن إلى نص الاستماع. نقرأ نص الاستماع ثم نقوم بحل أسئلة استماع صفحة 58. أسناني السليمة. مسح أنس الغبار عن مصباح قديم. خرج منه مارد وقال له: ماذا تتمنى يا أنس؟ قال أنس: أتمنى أن تختفي فراشي الأسنان، فأنا لا أحب تنظيف أسناني. قال المارد: أمرك يا سيد. كم كانت فرحة أنس حين اختفت فرشاته، لكنه بعد أيام أحس بألم في أسنانه. اصطحبه والده إلى طبيب الأسنان. أخبره الطبيب أن أهالي الحي أيضا يعانون آلاما في أسنانهم. ندم أنس وأسرع إلى المصباح وطلب إلى المارد أن يعيد فراشي الأسنان، ووعده بتنظيف أسنانه يوميا. ننتقل الآن إلى الأسئلة صفحة 58. الآن يا ثالث، كتابة اليوم والتاريخ. اليوم هو السبت، اليوم هو الاثنين، التاريخ 6/4/2020. ويجب أن تكون عند قراءة السؤال والإجابة عليها، يجب أن تكون الإجابة كاملة. السؤال الأول: ماذا خرج من المصباح القديم؟ ماذا خرج من المصباح القديم؟ هيا يا أعزائي، ماذا خرج من المصباح القديم؟ ممتاز، خرج
من المصباح القديم. مارد، ممتاز. عيد، خرج من المصباح القديم مارد. السؤال الثاني، ماذا تمنى أنس؟ ماذا تمنى أنس؟ ممتاز. تمنى أنس أن تختفي فراشة الأسنان، عفوا، تمنى أنس أن تختفي فراشي الأسنان. هل هذا تصرف صحيح؟ الشيء الذي تمناه أنس، هل هو تصرف صحيح؟ طبعا تصرف خاطئ. سؤال ثلاث، ندم أنس على ما تمناه، لماذا؟ لماذا ندم أنس على ما تمناه؟ أنس بالبداية تمنى أن تختفي فراشي الأسنان، لكنه ندم على هذه الأمنية، لماذا يا ثالث؟ ممتاز، لأنه أحس بألم في أسنانه، وجميع أهالي الحي يعانون آلاما في أسنانهم، وأيضا لأنهم افتقدوا الفرشاة والمعجون يا ثالث، فلا يوجد ما يعتنون بأسنانهم من خلاله، ما عندهم فراشي أسنان ولا معجون أسنان، مشان هيك هم صار جميع أهالي الحي يعانون آلاما في أسنانهم. سؤال أربعة، بما وعد أنس المارد؟ بما وعد أنس المارد؟ بعد أن أعاد المارد فراشي الأسنان، ماذا كان وعد أنس للمارد؟ ماذا كان وعد أنس للمارد؟ ممتاز، وعد أنس المارد بتنظيف أسنانه يوميا. وعد أنس المارد بتنظيف أسنانه يوميا، ممتاز. ماذا تعلمت من النص؟ ماذا تعلمت من النص؟ ممتاز، تعلمت من النص، ممتاز، ضرورة المحافظة على نظافة الأسنان وتجنب الإصابة بتسوس الأسنان والتعرض للألم. وعلينا يا ثالث المحافظة على أسناننا بالاعتناء بها وتنظيفها يوميا بالفرشاة والمعجون. والآن الواجب البيتي، يجب دراسة الأسئلة جيدا وحل الأسئلة على الدفتر، ويجب أن تكون الإجابة كاملة. إلى اللقاء.